أنا بتصور إنه هذا القرار سبقه قرارات تانية هي إضعاف الكمية أول شيء، بعدين سبق قرارات إنه ما بتفوت المساعدات إلا بتوقيع من رأس النظام السوري. هاي أنا بتصوري هاي مجموعة القرارات تفي بخط المصالحة مع النظام، هذا الشيء اللي مبين يعني. بس ولكن الشيء اللي بدنا نشوفه على الأرض في ظل الكوارث الطبيعية، واللي الشمال السوري ما صار له تقريبا أشهر متعافي من الزلزال، ولحد الآن لسه في مخيمات مليانة، ومن فترة صارت هزات أرضية كتير هون بالشمال وبجنوب تركيا. يعني المنطقة أساتها بحاجة، ما تعافت هاي من الزلزال. ثانيا لسه الناس صار لها 13 سنة نحن بثورتنا في هاي الحرب، الناس كل مالها عم تقل الموارد المعيشية بين إيديها. الشعب السوري اللي صار حاليا أكثر من 50% منه تحت خط الفقر بمناطقنا، بمناطق الشمال السوري أو بمناطق سيطرة النظام، عم يعيش نفس المعاناة، نفس الحاجة. توقف برنامج الأغذية العالمي رح يسبب مجاعة، رح يسبب تدهور الأمور من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ. ممكن نشوف يعني عن جد السحاجة أكثر بعد ما صار الوضع بالفترة الأخيرة معتدل نوعا ما، حاليا رح يصير أسوأ فأسوأ فأسوأ. بعتقد انه الحالات الطارئه اللي راح يقدمها برنامج الاغذيه العالمي ما راح توفي 5% من حاجه الشعب السوري، سواء كان بمناطق الشمال السوري او بمناطق النظام. القرار راح ينعكس بشكل سلبي جدا على العوائل الموجوده هون في شمال سوريا وسوريا بشكل عام. الشمال السوري بيضم اكثر من 4 ملايين نازح، هدول كلياتهم راح يتضرروا من موضوع إيقاف البرنامج، من إيقاف السلة الغذائية لهدول العوائل اللي أغلبهم موجودين في المخيمات. بالإضافة إلى الله يستر أنه ما تصير كارثة أو مجاعة هون في الشمال السوري للعوائل، راح يصير ضغط كبير على المنظمات اللي بتشتغل في جمع التبرعات لتخديم هدول العوائل، بس راح يضل الكسر كبير على للمنظمات الموجودة هون للعوائل، راح يصير في شح كبير في موضوع المساعدات. هلأ انعكاساته راح تكون كتير سلبية، ولا سيما الناس اللي ساكنين بالمخيمات. نحن بنعرف أنه كتير من المخيمات اعتماد السكان الموجودين فيها بشكل شبه كبير يعني على موضوع المساعدات المقدمة، فهدول الناس والعائلات اللي موجودة في المخيمات رح ينحرموا من قدر كبير، بالإضافة لأنه في عنا عدد كبير من الموظفين اللي هن بالمنظمات الشريكة مع برنامج الغذاء العالمي، رح تكون يتوقف هدول الأشخاص، يتوقفوا عن عملهم ويصفوا يعني تنقص فرص العمل الموجودة، وحرمان هدول الناس يعني ما في بديل حقيقي يعني موجود على الأرض. يعني صح في فرص عمل عم تكتر بالبلد، بس ولكن هذا الأمر ما هو كافي لا سيما بالوقت الحالي.